احنا ظلنا بالصراع، يا اما بالصراع السياسي او الصراع العسكري، ولم ننتبه للصراع الفكري الدائر الان في المنطقه. والان هم يستخدمون الصراع الفكري ليراهنوا فكريا كيف يستطيعوا ان يكسبوا قدر عدد كثير او الزق. هم لم يكتفوا يا اخي بتفجير المدارس وتفخيخ الطلاب والزق بهم في محارق المعارك صغار السن، ولكن هم ينشئوا هذا الجيل. لذلك هناك قصور من قبل الإعلام حقيقة. الإعلام المنسق الهدف واحد أخي الكريم، وإذا كان هناك على سبيل المثال، لماذا نقول وزارة الأوقاف والإرشاد؟ لماذا نقول العلماء؟ لأن هناك قد يصيغ الإعلامي إيصال رسالته أفضل. ثانيا لا يمنع أن نستفيد من العلماء وأن توضح لنا القضية. في قضايا لازم نرسلها رسالة عبر الخطباء المساجد أيضا في المناطق المحررة، هذه نعم. أيضا أمانة. لازم التوعية، نخلق توعية تكاملية بالأطراف كلها. يا أخي كم عندنا قنوات إعلام سواء كانت حكومية أو خاصة، أين دورها؟ أين إنشاء الحلقات؟ المجتمع المدني أيضا، المنظمات، الاتحادات، النقابات، نقابة المعلمين، نقابة، أين دورها الحقيقي في تفعيل ذلك وفي إيصال الرسائل؟ يا أخي ليس بس عبر القنوات المرئية، عندنا القنوات المسموعة كم لدينا؟ أين القنوات التي تصل إلى المناطق المسيطرة عليها ميليشيات الحوثي؟ عندك الأم عندما تستمع للتوعية كهناك خطاب توعوي جامع وطني يوصل إلى البيت للأم، هي المربية الأولى عبر الإذاعة عبر الراديو. إذن إحنا محتاجين لهذا الشيء نوعي على الأقل. أنا لا أقول التغيير في المرحلة الحالية طالما هو مسيطر ميليشيات الحوثي، ولكن كيف نحد من هذا التغيير وهذه المشكلة؟ قادرين أن نوعي، لأنه ميليشيات الحوثي تراهن بالضغط والقوة، ولكن عندما يغيب الإعلام يغيب التوعية الحقيقية، غياب المعلم، غياب الأسرة، تتثاقم لدى صغار السن العملية.